السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى. الحمد لله. نعم مصطفى، ربنا يحفظك ويرفع ويبارك فيك. وإياك يا حبيبي، اتفضل. حضرتك دلوقتي لو معايا مبلغ عليه زكاة، مبلغ بالغ النصاب عليه زكاة، وبعد مثلا معاد زكاة مثلا في شهر الحج، وبعد ذلك معك مبلغ وجبت فيه الزكاة، مبلغ نصابه بقى عليه زكاة يعني. وبعد ذلك ايوه مثلا معاده في ذي الحجة، انا اتيت في ذي الحجة اللي فاتت، هذا في الحج مثلا جالي مبلغ ثاني اعد اللي فيه في ذي الحجة، ولا المبلغ الجديد ده يبقى ليه نصاب بعد سنة تانية ولا ايه؟ اللهم اهدنا واهديه. انت معك مال مرت عليه سنه؟ معاد مثلا في الحجه سنه، مده سنه مثلا، معاك معاد مثلا يجي في الحجه يكون مر عليه سنه حاول كده في الحجه جاي يعني. انا قبل في الحجه جالي فلوس ثانيه. ايوه عفوا، صبرا صبرا، انا فهم سؤالك الان الحمد لله. يعني انت معك مبلغ بلغ النصاب من ذي الحجه الماضي، فوجبت فيه الزكاه في ذي الحجه هذا ان شاء الله، فدخل عليك مال جديد الآن. هل المال الذي دخل ربح من المبلغ الأصلي متولد منه، ولا دخل تاني واحد أعطاك فلوس؟ مبلغ تاني من جهة تانية، من حامل مبلغ تاني. إذا تنتظر من المبلغ الثاني سنة. سنة. أيوة. سنة. طب كل واحد يزكي نصاب واحد ولا ضم اثنين على بعض في السنة الجديدة؟ نعم. يبقى المبلغ اللي جاي مثلا في القاعدة ده، يبقى عدد القاعدة اللي جاي، يبقى في ذي القاعدة القادم. في ذي القاعدة القادم. يبقى الاثنين مع بعض في القاعدة القادم يعني. أي لا، الذي دخل عليك في ذي القاعدة هذا زكاته في ذي القاعدة القادم، والمبلغ الأصلي زكاته في ذي الحجة، لأنه يعني كل واحد معاده يعني. أيوه، لكن لو أنت رجل كريم مع الله وتحب الله وتحب الخير لنفسك، الله غني عني وعنك، تزكيه مع هذا وتثبت أمورك من غير وجوب. فهمت كلامي؟ طب في الميعاد الاسبق ولا المتاخر؟ لا، في الميعاد الاسبق، في الميعاد يعني الان مثلا دخل عليك المال في ذي القاعده. تمام. فرض ان تخرج زكاته في القاعده، لكن استحبابا تخرج زكاته مع في ذي الحجه مع سائر مالك الموجود الان. تخافش يعني، اذا كلها 2.5% يعني 100,000 2,500 لله. طب حضرتك معلش سؤال ثاني، معلش لو المال ده يعني هو مثلا واجب يعني مثلا حكم قضائي مثلا صادر في القاعده، بس مش هاخد الفلوس الا بعدين. لا، في حال استلام، اذا استلم ومرت عليه سنه من الاستلام. شكرا. باخد فلوس مش مع حكم يعني، باخد فلوس كده يعني. الله يسلمك. نعم تستلمه. جزاك الله خير. الله يسلمك.